انا اخرت عبير في الحلقه هذه، علم الله ايش مجهز. نشوف يجهز لي حسر وهيب. يا اخي انا افضل ابتسامة حبيبي انت. يا وين بسالك سؤال يا وهيب، لو جاوبت على السؤال بندخل انا وانت ثاني بمنافسه، ولو فزنا بالمنافسه بنشيل جايزه ماليه. بروح برقد انا الليل امس الفلوس تعجبنا. الفلوس كيف حلوه ان شاء الله. كيف ال 200 اول حاجه؟ لا لكم ال 200 السؤال اهم حاجه. السؤال يا عاشور، قبل ال 200 السؤال يا عاشور. ال 200 سهل. ما هو اشهر ذئب؟ اشهر ذئب، اشهر ذئب انت تفكر كيف يعني؟ ايش هو ايش هو الذئب من ناحيه الحيوانات ولا ايش يعني؟ في ذئاب غير حيوانات؟ الاسد. اشهر ذئب اي خدمات؟ عاد في واحد يا حسن اللي قال انا من ذيك كلها هذاك عند سماح. لا اللي عند سماح انا كنت ذيب قال انا للتصوير اللي قال اسهر ذيب قال انا ايوه عند سماح هذا ايوه ذكرته كان في هنا في شارع المقالح. حسن مهتم جدا بالفلوس، كله فلوس فلوس فلوس, فلوس. يا اخي لا تصدقش، بس احس انه شوف لما تنزل عند احيانا عند متسابق فانتوا طبعا قصقصتوا يا عبير انا برويك يعني بعدين، بس انه من ضمن صياغ الحديث انت تكلموا انه في عندنا جائزه ماليه، افتهم لك مش انه على طول ادخلوا معنا فلوس. هي تعال غلط يا حسن، ما انا طلع الوصمه خلاص انا بيعك في اي وقت. اذا اذا منا الفلوس على فكره معايا معها تاريخ حافل بالبيع. اذا انا انا اعلن جزاء من جنس العمل. انا اعلن وارسل رساله لاهل مايا ما في داعي تشتري جعلت عيد شنطه مايا مليانه. فزي ما كلمتك انه القصه وما فيها، بس انه من ضمن سياق الحديث نكلمهم انه في عندنا جائزه ماليه، مش انه على طول زي ما شفنا انه فلوس. فهمت اوكي؟ اخذت من اليوتيوبر اللي هي الضحكه المزحه ما ادري ايش الى حد ما، لكن السؤال هنا ما فيش ناس كانوا يستثقلوا انك تجي تمزح معهم انت ما تعرفهمش مثلا؟ للامانه يعني بدون مجامله طبعا انا صريح كذا دغري، للامانه انه فعلا الشعب اليمني من شماله لجنوبه شعب ظريف يحب الروح الحلوه بسيط. ايوه بعض احيان تحصل شخص يجي متشائم من الكاميرا كذا عنده فكره انه انا اكره الكاميرا ليش ما توصلوا مشاكلنا المجتمعيه، يجي يقول لك صح. فانت هذا الشخص لما يشوف منك رده فعل طيبه باسلوبك بدون ابتذال يعني بعفويتك هنا تحصل انه في تقبل، فالشخص بعفويته فعلا انا ظهرت صح. انه في عندي في اليوتيوب في قناتي في مساحه اكبر، في مساحه التلفزيون عمله انه احيانا تاخذ نص او كذا، بس حاولت انه يعني اشتغل برنامج نفسه بنفس اسلوبي حصلت تقبل للامانه يعني.